السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي المغاربة العرب المقيمين بالدير إسبانيا. فيديو جديد، موضوع جديد بقناة فيصل المدن. حقيقة غبرت شوية على هذه القناة، ولكن ابتداء من اليوم اتخذت قرار ألا وهو غنبقى نتقاسم معكم عبر هذه القناة كاع المواضيع المتعلقة بالجالية والمهاجرين المقيمين بالدير الإسبانيا، من بينها المساعدات كمثال مثل الانجريسو من ميتال. وانتم عرفتوا البدايه ديال هذه القناه فيصل المدن كانت كتكلم بزاف على المساعدات ديال المهاجرين المقيمين بدا اسبانيا، وكذلك جميع التغيرات اللي كتجي من طرف دي جي تي يعني الاداره العامه للمرور بالديار الاسباني، وكذلك كل ما يتعلق بالمهاجرين الشرعيين والغير الشرعيين، وكل ما يتعلق بالاوراق القانونيه المتعلقة بالمكاتب الهجرة، وبطبيعة الحال بعض النصائح المتعلقة كاع الناس الحراقة بهذا المعنى هنا، يعني الناس الغير الشرعيين بالديار إسبانيا. وانتم عرفتوا هذه القناة من البداية ديالها كانت تتكلم عن المهاجرين الغير الشرعيين اللي كيجيو حارقين ويدخلوا بطبيعة الحال الديار إسبانيا. فلهذا غنبداو نتقاسم معكم هذه المواضيع باش نعرفوا الشدة والفائدة، وبطبيعة الحال غادي نجيبكم ناس متخصصين في ميدان الهجرة باش يعطيونا بعض التغيرات، وطبيعة الحال ربما يعطونا بعض النصائح بالنسبة للناس كاع اللي ما عندهمش وريقات كيفاش يقدروا الوريقات ديالهم، وهذه كبداية إن شاء الله بإذن الله. ولكن قبل ما ندخل معكم في صلب الموضوع اللي جيت نتكلم عليكم اللي جيت نتكلم عليه اليوم بطبيعة الحال أعتذر، ما تنساوناش في اللايكات والبارتاج على أوسع نطاق ذلك فضلا وليس أمرا. اليوم جيت نتكلم في واحد الموضوع جد مهم الا وهو باي باي السيارات القديمه. هتقولي كيفاش باي باي السيارات القديمه؟ بطبيعه الحال عند دخول سنه 2023 نهار 1 يناير 2023 وقعت بعض التغيرات في دي جي تي، قانون جديد من دي جي تي اللي هو الاداره العامه للمرور بالديار اسبانيا، وقال لي عنده سياره قديمه وقع الضجه بطبيعه الحال من بدي اسبانيا تيقول لك صافي دابا هذه السياره القديمه ديالي ما بقاتش نافعه، خاصني نمشي نلوحها بالزباله ولا نديها للجطره ولا ما عرفتش اللي نديرها كاع. وبطبيعه الحال انتم عرفتوا هذا الشيء كان شحال هذه، ولكن كل مره كيجيو بعض التغييرات بحيث تحذر الاداره العامه للمرور يعني الدي جي تي من لائحه جديده من شانها ان تؤدي الى غرامات ماليه قد تصل الى 200 اورو حتى 3000 اورو. حضروا راسكم الغرامات الماليه بالنسبه للناس اللي ما عرفاش القانون الجديد. راه ماشي عندي السياره نمشي بها فين ما بغيت، لا دابا راه كاع في الاراضي الاسبانيه وكاع الاقاليم كاع المناطق اللي فايته عدد السكان ديالها 50000 نسمه راه ماشي اجي ودخل اي سياره تدخل بها، لا 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 لا، الا ما كان عندك حتى شي ملصق حتى شي بيغاتينا ما يمكنلكش تدخل، خاصو يكون عندك بيغاتينات ولا ما عرفتيش فين دير بيغاتينا سير اخويا غير البريد يعني الكوريوس واعطيهم الورقه ديال السياره كيعطوك البيغاتينا المتعلقه بالسياره ديالك. وبطبيعه الحال انتم عرفتوا النظام العالمي الجديد والتغيرات اللي غادي توقع مستقبلا وراه بداو من هذا العام، هذا هما بغاو يوصلوا 2030 و2035 ما تبقى حتى شي سياره كدور ديال المازوت وديال ليسانس. وبطبيعه الحال هنا كندخلوا في العديد من التناقضات، وطبيعة الحال جي نشرح لك الشدة والفادة. كنشوفوا على أن اسمعوا معايا مزيان إخواتي المغاربة، على أن خصكم تعرفوا مع بداية 2023 1 يناير راه دخل حيز التنفيذ هذا القانون الجديد من أشهرها في بداية العام، أنه منذ الأول من كانون يعني الثاني يعني 1 يناير دخل حيز التنفيذ إجراء يمنع المركبات التي المركبات يعني السيارات التي لا تحمل ملصق أو ملصق بيئي من دخول منطقة منخفضة الانبعاثات التي يزيد عدد سكانها عن 50000 نسمة في العديد من المدن ديال إسبانيا. كما كتشوفوا معايا هنا فاش ما تشوفوا انت هاد البلاكة هادي خاصك تعرف راه ميمكنكش تدخل لما كانش عندك الملصق، أي دخلوا وين الناس اللي عندهم الملصقات. وهناك أربع أنواع الملصق كما كتشوفوا معايا هنا، أربعة ديال الأنواع ها بي ها سي هكذا هكذا. بطبيعة الحال بي و سي هما السيارات القدامى هما القدام هما اللي يديروا شويه ديال التلوث بطبيعة الحال،
ماشي انني انا عايش برشلونه دابا وكنت في مدريد طبيعي الحال وكنت نعاني بهذا المشكل هذا، ولكن هناك مغالطات من بعض الاخوان تيقولك اسمع السي عندك سياره قديمه وعندك مرسق بي ما خصكش تدخل في وسط برشلونه ولا ما تدخلش في وسط مدريد. لا اخي عندي مرسق بي يمكن ندخل في وسط برشلونه، ولكن ندخل في وسط برشلونه خاصني نباركي في الباركينغ بريفادو، ما نباركيش باركي عمومي، لا خاصني ندخل وندخل باركي تحت باركينغ بريفادو ونخلي السياره ديالي تما كاينة الا عندي مرسق بي ومرسق سي يمكن ندخل هاد المناطق هادو ماشي ما ندخل ليهمش. لا خصكم تعرفوا المساله هادي كاع السيارات المازوط اللي عندهم يعني السرعة ديالهم 2006 فما تحت هادوك ما عندهم حتى شي مرسق. كاع السيارات الليسانس اللي عندهم ديال سنة 2001 فما تحت ما عندهم حتى شي مرسق. هاد السيارات ممنوع عليهم يدخلوا المناطق، هاد المناطق بطبيعة الحال اسمع معايا مزيان المناطق اللي تتلقى فيهم هاد العلامات اللي كيوصلوا يعني النسبة السكانية ديالو 50,000 نسمة. هناك تناقض، ولكن خاصكم تعرفوا هذه المسألة جد مهمة. علاش يديروا لنا هادشي كامل؟ علاش هاد التضييق والزيار؟ راه ماشي مسألة البيئة. هنا كندخلوا في العديد ديال الخواضات. كيفاش خواضات؟ تقول لي أنت الخواضات، بطبيعة الحال ما كتفهم والو. قالك أسيدي تقدر تكون عندك السيارة ما فيهاش مرسق، ولكن يمكن لك تخلص عليها بحال داكشي ديال لوتورود. يعني أنا ما عنديش سيارة ما فيهاش مرسق وقديمة، ولكن نخلص عليها بحال هذاك البياج. نخلص عليها باش اني ندخل في وسط المدينه. هنا ما بقاش مساله التلوث، هذا التناقض الاول. التناقض الثاني على انهم بغاو يرجعوا كاع السيارات كلهم كهرباء مستقبلا. راه قالوا لكم النظام العالمي الجديد سنه 2030 2035 ما تبقى حتى شي سياره ديال المازوط وليسانس، كلشي يولي بالكهرباء. وقلت اخويا الكهرباء ما كاينش، الضو ما كاينش، الطاقه ما كايناش، كلشي ما كاينش. ايوا ما فهمت والو انا، يعني بغيت نرجعوا كلشي بالطاقه، كلشي بالكهرباء، نبقاو ندابزو باش نشارجيو حنا، وداك الشيء يتشارجا على مده. حلل وناقش، هنا كتشوف بعض التناقضات في طبيعه الحال، هما اي حاجه غادي يوصلوا ليها هاد النخبه المنظومه، وبطبيعه الحال التغيير بدا الزيار بدا، باش غادي يسيروا بالغرامات الماليه. باش ما تكونش المغالطه، نعاون نقولها في نبذه سريعه. كاع اللي عنده بيغاتينا بي و سي يمكنهم يدخلوا في وسط المدينه، ديك المنطقه المحظوره باش انك ما تدخلش السياره ديالك، ولكن خصك تباركي في باركينغ بريفادو، ما تدخلش ما تباركيش باركينغ عمومي. هذه اول حاجه. كاع السيارات اللي ما فيهمش بيغاتينا يمكنهم يدخلوا، ولكن خصهم يخلصوا البياج، خصك تخلص واحد القدر المالي باش انك تدخل. هذه ثاني حاجه. مستقبلا يعني كاع اللي عنده شي سياره قديمه وما خلصش البياج ودخل، تجي غرامه مالية تقدر توصل حتى 3000 اورو. 3000 اورو باش عارف شنو كاين، باش حديو راسكم الله يرحم بها الوالدين، ردوا البال مزيان. راه هما بغاو يعمروا الصندوق ديال دي خي تي، بغاو يعمروا الصندوق ديالهم الاخوان باش عارفوا شنو كاين. الاداره العامه للمرور بغات تعمر الصندوق، راه هما باش كيتخلصوا. راه العديد من الكوارث شتها قدام عيني هنا في هاد برشلونه وفي مدريد والعديد من الحوايج. علاش؟ الزيار ده التغيير بغاو يبدلوه. الناس ولا كتبيع السياره ديالها في الجطاره ولا كيمشيو يشريو الطوموبيله ديال الكهرباء. اما دوك البيغاري الاخرين يمكن لهم يدخلوا كيف ما بغاو بطبيعه الحال، يدخلوا كيف ما بغاو ويباركيو فين ما بغاو، ما كاينش اشكال. هذا حيدنا علينا. هي باش تعرفوا مساله جد مهمه اخواني اخواتي. بطبيعه الحال تقول لي هناك العديد من التناقضات والتغيير جاي، التغيير جاي مستقبلا وكذا وكذا وكذا. بطبيعه الحال التغيير جاي اخواني اخواتي، التغيير جاي. راه تصور معايا الموطات كتشير كتشير، وانت راه الريال كحل زيد فيك زيد فيك في الاسبانيال، راه ما كاينش يا مرحمين ما كاينش. يعني اللي عنده شي سياره قديمه يسيركولي بها خارج المدينه وما يدخلش المناطق اللي هي محظوره بطبيعه الحال، اللي عندها النسبه السكانيه ديالها قبل 50 اكثر من 50,000 نسمه. فوق ما تشوف هاد العلامه ما تقربش لما عندكش بيغاتينا، ما عرفتيش فين شي بيغاتينا سي بلاصه الكوريوس وشي بيغاتينا ديالك. هذه اخر نصيحه نقدر نقول لك. والنخبه المنظومه ديما تخمو المستقبل، راه قالوا لنا لكم ودويت على هذا الموضوع 2035 ما تبقى تدور حتى شي سياره ديال المازوط وليسانس. هذه اخر الاخبار. ايوا خويا الا كنتي لاباس عليك بغيتي تخلص المونطات سير خلصهم، رد بالك مزيان اخوتي اخواتيتي، التغيير قادم والقادم هو التغيير. خوتي المغاربه انا عن المسلمين على بقاع العالم، شكرا جزيلا للمتابعه.
احبكم بالله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والبارطاج ودي لايك على الاوسع بتاعك. السلام عليكم.